بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعيد بعيد سيدي كبير، هو عيد البشاره اللي هو بدايه الاعياد او فاتحه الاعياد. هقرا معاكم الانجيل، فصل الانجيل من معلمنا لوقا الاصحاح الاول، وبعدين نتكلم كده شويه تاملات عن موضوع التجسد وبشارة الست العذراء بتجسد المسيح. وفي الشهر السادس ده بيعد من بشارة الملاك لزكريا، يعني بعد بشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان أو بالحبل بيوحنا المعمدان، بعد ست شهور جه نفس الملاك رئيس الملائكة جبرائيل للست العذراء. وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة في الجليل تسمى ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال: السلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد نلت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا سيكون عظيما، وابن العلي يدعى، وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: إن الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، لذلك أيضا فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها أن إليصابات نسيبتك قد حبلت، وهي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. فانصرف الملاك من عندها، والمجد لله دائما أبديا أمين. زي ما قلت إن عيد البشارة عيد سيدي كبير، ودايما الأعياد السيدية لما تيجي تفوق أي مناسبة أخرى، ونقرأ القراءات بتاعتها على طول، حتى ولو كان يوم حد، حتى ولو كان كنا في الصوم، لازم العيد السيدي هو ياخد الأولوية. فعلى طول النهاردة ما قريناش القراءات بتاعة الحد الرابع من الصوم اللي هو إنجيل السامرية، لكن على طول إحنا نقلنا وخدنا قراءات العيد السيدي الكبير اللي هو عيد البشارة. والكنيسة طبعا زي ما احنا عارفين فيها سبع أعياد سيدية كبرى وسبعة صغرى، ده التقليد القبطي. يمكن الكنائس الأرثوذكسية الأخرى مش منظمهم بالطريقة دي، يعني عندهم احتفالات بكل الأعياد بس ما عندهمش الترتيب بتاعنا ده. عندنا السبعة الكبار أولهم عيد البشارة، بعد كده الميلاد، بعد كده الغطاس، وبعد كده الأربعة اللي فاضلين في آخر حياة المسيح. كده ده سهل خالص نحفظه، البشارة والميلاد والغطاس بيجوا كده في البداية، وأربعة في النهاية: حد الشعانين، القيامة، الصعود، العنصر. حد الشعانين، القيامة، الصعود، والعنصرة، حلول الروح القدس. دول سبعة الكبار. في سبعة تانيين أعياد سيدية برضو، ولو جم يكسروا يوم الحد ونقرأ قراءات الأعياد برضو، اللي هم بداية من الختان، بعد كده دخول الهيكل، وبعد كده عرس قانا الجليل، أدي ثلاثة. بعد كده دخول السيد المسيح أرض مصر، أربعة. وبعد كده خميس العهد، خمسة. بعد كده حد توما، ستة. بعد كده التجلي، سبعة.
والكنيسة لما بتحتفل بالأعياد السيدية فهي بتعيشنا في الحدث، مش مجرد بنفتكر حاجة ماضية، لا دي بتستحضر لنا الحدث وبتستحضرنا نعيش جوه الحدث. النهاردة طبعا عيد البشارة ده ليه الكنيسة حطاه في أول الأعياد السيدية؟ لأن هو بداية التجسد، بداية التجسد. السيد المسيح خد جسد من الست العذراء مش وقت الميلاد، لا وقت البشارة، بداية التجسد، بداية اتحاد الله بالإنسان. هذه الوحدة اللي احنا بنقول عنها في القداس، كنا بنقولها دلوقتي حالا، لاهوت لم يفارق ناسوت ايه؟ لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعني الله لن يفارق الإنسان، لن يفارق الإنسان. مرة أخرى، كما أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، هكذا الله اتحد بالبشرية ودخل معاها في عهد جديد عمره ما هيتهدم أبدا. العهد الأولاني نقض، العهد اللي كان بينه وبين شعب إسرائيل كان عهد تمهيدي، وهم ما حفظوش العهد وبالتالي اتهدم العهد ده ولم يثبتوا فيه. أما العهد الجديد فالله لن يفارق الإنسان، وهي المسيحية بتدور حوالين الموضوع ده. الله في حياة الإنسان جوه، مش الله في السماء والإنسان بيحاول يوصل له بشوية عبادات وبشوية يعني طقوس وبشوية فرائض، لا، المسيحية هي الله عايش في الإنسان، الله اتحد بالإنسان، الله جاء لكي يجدد طبيعة الإنسان ويخلقه خليقة جديدة. هي المسيحية بتدور حوالين كده، زي ما أبونا كان بيقول لنا في العظة الإنجليزي، الذين هم في المسيح يسوع هم خليقة جديدة. عشان كده الإنجيل يسمي السيد المسيح آدم الإيه؟ الثاني. آدم الأول ده اللي اتولدنا منه بحسب الجسد، أما آدم الثاني اللي اتحد بينا فجاي يخلقنا فيه خليقة جديدة، ونبقى إحنا الخليقة الجديدة بتاعته، وإحنا أبناء الملكوت، أبناء القيامة، إحنا الخليقة الجديدة. كل دي صفات الإنجيل وصفها لينا، أبناء الملكوت، أبناء القيامة، مخلوقين في المسيح يسوع، خليقة جديدة لأعمال سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. كل واحد فينا له رسالة، الخليقة الجديدة دي عطيته قوة، عطيته حياة جديدة. بنموت مع المسيح بشبه موته في المعمودية، ونقوم بشبه قيامته، ونسلك في جدة الحياة، خليقة إيه؟ جديدة. هقف عند آية محورية عن موضوع التجسد ده، هي سهلة في الشاهد بتاعها، لكن في الحفظ بتاعها يمكن تاخد مننا شوية وقت، لكن هنقولها كتير لحد ما نحفظها. الشاهد بتاعها سهل خالص، آية واضحة وقوية ومهمة ومعبرة عن التجسد في غلاطية 4:4، سهلة هي. غلاطية 4:4 بتقول إيه؟ بتقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لكي ننال التبني. أولى تاني، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. أقولها كمان مرة وبعدين ناخدها حتة حتة. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ملء الزمان يعني كان في ترتيبات كتيرة قبلها، وفي الوقت اللي ربنا كان هيئ فيه العالم كله وهيئ فيه البشرية لمجيء المخلص اللي هيرقيهم ويرفعهم يبقوا أبناء الله لينالوا به التبني، لأنه هو الابن الوحيد، هو الابن البكر، لما نتحد فيه نبقى أبناء، بس مش بالطبيعة لكن أبناء بالتبني. لما جاء ملء الزمان واكتملت النبوات، اكتملت الأحداث،
وربنا رتب ولقى الإناء المختار اللي ياخد منه عجينة البشرية. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. الامرأة دي اللي كتير من الناس تقول إن هي السبب، حواء أم كل حي، هي اللي اتخدعت وهي اللي سقطت وهي اللي أغوت جوزها فأكل معاها، وهي كانت سبب انفصال البشرية عن ربنا، وهي سبب السقوط من المرتبة العالية اللي كنا فيها. لكن وعد ربنا ما سابهاش، وعد ربنا لحقها على طول بعد سقوطها، قال لها هيبقى في عداوة بينك وبين الحية، بس نسلك يسحق رأسها، نسلك يسحق رأسها، هيجي منك وهتيجي حواء جديدة تقدم للبشرية ثمرة الخلاص، ثمرة الحياة اللي من يأكلها يحيا بها السيد المسيح. زي ما انت قدمتي ثمرة الموت للبشرية، هتيجي حواء الجديدة في ملء الزمان، هتيجي حواء الجديدة، نسلك ده نسل جاي منك انت بس، مفيش راجل، نسلك يسحق رأس الحية دي، وهي هتفضل تعكسك وتسحق عقبك، يعني تفضل تطردك. فجاء ملء الزمان، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه أغلى ما عنده مولودا من امرأة لكي يكون كما أنه بالمرأة الأولى كان السقوط، بالمرأة الجديدة بحواء الجديدة بالست العذراء تكون الحياة الجديدة والقيامة. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. يعني ايه الكلام ده؟ مولودا تحت الناموس علشان يفتدي الذين تحت الناموس. يعني ايه تحت الناموس؟ في البداية البشرية سقطت، ولكن ربنا حب يمهد ويؤدب ويهيئ البشرية لمعرفة الحق، فبدأ يديهم الوصايا والشريعة المكتوبة عن طريق موسى، وعطلهم الوصايا والشريعة المكتوبة. ولكن للأسف الشديد الشريعة كانت نور بس كشفت وحشتهم، الشريعة كانت صالحة لكن حكمت عليهم بالموت، فبقوا اللي تحت الناموس بقوا تحت الموت، تحت حكم الموت، وتحت الايه؟ اللعنه. لان مكتوب كده ملعون كل من لا يعمل بهذا. وموسى قال لهم في الاخر بعد ما اعطاهم الوصايا وعدها لهم تاني بوعظه طويله، بوعظتين ثلاثه طوال في سفر التثنيه، وبشرح قال لهم بصوا ها انا اضع امامكم الحياه والموت، اللعنة البركة واللعنة، اختاروا الحياة اختاروا البركة. لكن للأسف الإنسان كان ضعيف وكان محكوم عليه بسلطان أقوى منه، سلطان إبليس اللي كان مسيطر عليه، فكان كل اللي تحت الناموس هم تحت حكم الموت وتحت اللعنة. افتكر الحاجتين دول، كل الذين هم تحت الناموس هم تحت حكم الموت، هم تحت اللعنة، وأيضا في حالة إيه؟ عبودية، في حالة عبودية للخطيئة، عبيد عبيد، زي زمان لما كان في عبيد وكانوا ياخدوهم كده ويحطوهم في سوق العبيد، زي يعني سامحوني في الكلمة زي سوق الخضار وسوق المواشي، كان البني آدمين زمان كانوا كده، في سوق اسمه سوق العبيد يلموا فيه العبيد ويبيعوهم، ده كده صحته كويسة وشاب وكده يتباع غالي شوية، اللي يعني صحته على قده وعجز وبتاع يعني يتباع رخيص وممكن يتعطى على البيعة مع حد تاني. فالبني أدمين في العهد القديم قبل المسيح كل البشرية كانت في حالة العبودية دي، كنا كلنا في سوق العبيد. فالمسيح اتولد
في الوضع ده أخذ شكل العبد، أخذ شكل العبد، اتولد تحت الناموس، اتولد تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الايه الناموس. دخل بنفسه كعبد سوق العبيد وحرر كل العبيد، واللي حابب يطلع معاه ويطلع وراه وياخد الحرية مجد أولاد الله هو ده اللي المسيح عمله. فالمسيح جاء في الجسد علشان يحرر العبيد، علشان زي ما حنقول للنبوة في الآخر بتاعت إشعيا، وتكرر التاني في لو أربعة في إشعيا 61، وتكررت في لو أربعة إنه جاي يدي حرية وفرحة للناس اللي كانوا مستعبدين. اللي تحت الناموس دول كانوا تحت حكم الموت، قال أنا أخذ الحكم عنهم وأنا اللي أموت عشان أديهم حياة، وأدخل الموت وأدوسه وأقتحم الموت بإرادتي وأسلم نفسي ذبيحة وأقدم الفداء وأدوس الموت وأقوم علشان كل من يتحد بي يقوم معايا وياخد حياة جديدة. مش كده احنا فرحانين ان السيد المسيح دخل العالم بتاعنا، خد جسدنا، خد شكل العبد. سفر إشعيا الإصحاحات الأخيرة منه ابتداء من إشعيا 40 لحد 66 حد الآخر بيتكلم في بالذات في الوسط كده مجموعة أناشيد يسموها الدارسين أناشيد عبد الرب. بيتكلم عن عبد، إيه العبد ده؟ عبد غريب جدا، مش عبد عادي، يقول ده يبقى عليه روح الله، ده حيشفع في المذنبين ويحمل خطايا كثيرين. أنا الآية دي كاتبها كمان في المقالة بتاعت النهاردة عن الصلب، حدث الصلب موضوع مهم قوي قوي، تمهيد كده الأسبوع الإعلام. العبد ده مش عبد عادي كده زي اللي بيخدموا في البيوت ولا اللي بيشتغلوا في الحقول، ده عبد غريب جدا. ده بيقول عنه انه سكب للموت نفسه ولم يوجد في فيه غش. هو في بني آدم ما كانش فيه خطية؟ عبدي البار يبرر الكثيرين. ايه الاناشيد العجيبة دي؟ سفر إشعيا في كذا إصحاح ورا بعض في الجزء الأخير ده عن العبد، عبد الرب. اتكلم على المسيح المتجسد اللي أخذ شكل العبد، اتكلم على آلامه بشكل بوصف كأنه شايفه قدامه، كشاه تساق إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه. ده في صح 53. وفي 63 شافه لابس ثياب مليانة دم ويقول له، يقول إيه ده؟ من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ قال له أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. الإنجيل مليان أسرار بس اللي ينبش ويطلع. كل الأسرار دي اكتملت في المسيح اللي النهاردة بنعيد ببداية تجسده، بداية اتحاده بالبشرية بعجينة البشرية. أخذ شكل العبد، اتولد تحت الناموس لكي يفتدي الذين تحت الناموس عشان في الآخر إيه؟ لننال الإيه؟ التبني. أفكركم بالآية تاني عشان عارف أنها آية طويلة لكن بالتكرار حنحفظها كلها. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال الإيه؟ التبني، نبقى أولاد الله. يرفعنا، هو صار ابن إنسان لكي يصير البشر أولاد الله لما يدخلوا في عهد مع ابن الإنسان بالموت والقيامة معاه ويتناولوا من جسده ودمه ويبقوا أعضاء فيه ومسكن للروح القدوس، نبقى أولاد الله لننال التبني، أعظم هبة وعليها بناخد كل حاجة. أولاد الله، الابن يرث، الابن يثبت في البيت إلى الأبد، العبد لا يثبت إلى الأبد. لما جه السيد المسيح يا ما اتكلم عن الحاجات دي واليهود يقولوا له احنا احرار، يقول لهم لا، من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه. حديث طويل عن الموضوع ده في يوحنا 8، ما انتوش احرار كده. اذا كنتم بتطلبوا تقتلوا وبتبغضوني بلا سبب تبقوا احرار فين؟
من يعمل الخطية هو عبد للخطية. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرارا. هو جاي عشان يحرر العبيد، اتولد تحت الناموس ليفتدي، ليفتدي فيها معنى الإنقاذ وفيها معنى الحياة الجديدة اللي بيديها لنا وفيها معنى الاستبدال. حاجة فدية يعني، حاجة مكان حاجة، بدلنا الأدوار، خد جسدنا وعطانا روح القدوس، خد حكم الموت عننا عطانا الحياة، خد اللعنة، ملعون كل من علق على خشب، خد اللعنة علشان يدينا احنا البركة، بركة البنوة لله، افتدانا، أنقذنا. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال الايه؟ التبني. أخذ شكل العبد عشان يحررنا، دخل معانا سوق العبيد وطلع ظافر بينا، طلع بقوة وبيقودنا في موكب نصرته. دي أول نقطة حب إن احنا نكون حاطينها في ذهننا. تاني حاجة مهمة، إنه علشان ربنا يشتغل في حياتنا، يشتغل في الأرض، يشتغل في العالم، لازم يكون في مركز استقبال، لازم يكون في مركز استقبال يستقبل موجات حبه، يستقبل شغله، يستقبل من فوق ويرسل مركز كده استقبال، يستقبل من ربنا وينشر ويرسل. لازم تكون كده في مراكز استقبال مهيئة في قلب كل حد فينا، تستقبل الموجات الإلهية وتبتدي ترسلها بقى إلى أقصى الأرض. مش عارف أسميها مراكز استقبال، أسميها قواعد ارتكاز يرتكز ربنا عليها ويشتغل منها للعالم. بتستقبل من السماء القواعد دي وتدي البركة للكل. طبعا فاهمين بنتكلم عن مين النهاردة؟ الست العذراء هي الإناء المختار، مركز الاستقبال، لزي ما أبونا كان بيقول لنا في العظة الإنجليزي، كانت شخصية مسلمة حياتها لربنا تماما، مطيعة تماما لإرادة ربنا في حياتها، ما حسبتش وقالت دي الموضوع ده هيتعبني، دي مسؤولية أنا ما أقدرش عليها، لا شوفوا لكم حد تاني، قول لربنا ده، يعني بفترض يعني إن هي تقول للملاك، تقول له قول لربنا يعني أنا ما ينفعش في الموضوع ده، لا لا ما ينفعش. إنسانة مسلمة حياتها لربنا بالكامل، مطيعة تماما، متضعة تماما، خاضعة، ربنا يشتغل بقى في النوع ده، دي تبقى مركز استقبال عظيم وتبقى قاعدة ارتكاز ربنا ينور منها ويشرق منها للعالم. على رأي الثيوطوكية بتاعة التسبيحة، ثيوطوكية يوم الاثنين، نقول فيها المرد بتاعها كده، أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. ده الثيوطوكية دايما تسبيحة كده لطيفة بتبقى في التسبيحة اليومية، بتبقى عبارة عن مجموعة قطع وكل قطعة فيها ثلاث أرباع، ثلاث أبيات أو أربع أبيات، وفي آخرها مرد، والمرد ده بيتكرر في آخر كل قطعة. فثيوطوكية يوم الاثنين المرد بتاعها كده، أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصه. ثيوطوكية الخميس مردها يقول، لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر، ولكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. ثيوطوكية الجمعة مردها جميل جدا، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبح ونمجده ونزيده علوا. وهكذا برضو ثيوطوكية الأربع مردها لذيذ قوي، يقول، تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. وهكذا حقيقة الست العذراء كانت مركز استقبال جيد جدا ممتاز، تستقبل ربنا يشتغل بقى من خلالها، ربنا يشتغل من خلالها، وكل نفس تستقبل كده زي الست العذراء، ممكن تحبل بالمسيح وتولده للعالم،
زي ما الست العذراء استقبلت البذار الإلهية، الكلمات الإلهية اللي جابها لها الملاك، وحبلت بالمسيح وقدمت لنا الله محمولا على ذراعيها، زي ما بنقول في سؤتوكيت السبت، قدمت لنا الله محمولا على ذراعيها. هكذا كل نفس تستقبل البذار الإلهية دي، تستقبل كلمة ربنا في قلب جيد صالح، تحبل بالمسيح في داخلها، ثم تلد للعالم وتقدمه للعالم على فمها، على أيديها اللي بتخدم، على قلبها اللي بيحب ويتعاطف ويتعب ويروح. ما دي الناس بتقدم المسيح اللي بيروح يعمل أكل ويوزع على المحتاجين. ده بيقدم أكل، ده بيقدم المسيح، ده بيقدم حب المسيح. اللي بيروح يصنع سلام مع الناس، ده بيقدم المسيح للناس، ملك السلام. اللي بيروح يقدم محبة ويقدم كلمة تشجيع أو كلمة يعني توجيه أو إرشاد أو مساعدة، ده بيقدم المسيح. اللي بيقدم حب بكل نوع، ده بيقدم المسيح. أصله استقبل البذار الإلهية وحبل بالمسيح جواه، وبيولده في كل كلمة بيقولها، في كل عمل بيعمله. ليه بيقدم المسيح؟ ست العذراء النموذج الأمثل للبشرية، مش هي بس النموذج الفريد، طبعا هي نموذج فريد، لكن كل واحد فينا ممكن بقدر ما يكون نموذج فريد، ويكون بيستقبل كلام المسيح ويحبل به ويقدمه للإيه؟ ويقدمه للعالم. البشارة نقطة محورية في مسيرة البشرية، مش بس مجرد بشارة الملاك للست العذراء، لكنها بشارة بحياة جديدة للبشرية، حياة جديدة. قال عنها سفر إشعياء في الإصحاح 61، هو بيتكلم عن موضوع عبد الرب ده. وعلى فكرة الجزء ده لو تفتكروا في لوقا 4، السيد المسيح بعد المعمودية ولما راح الناصرة البلد اللي تربى فيها، دخل المجمع كعادته، كان مواظب، فدفعوا له ايه؟ سفر إشعياء ليقرأ. ففتح لقى الايه؟ الجزء ده إشعياء 61، فأراه، ولما أراه قال لهم اليوم تحقق قدامكم كل حاجة. أرى لكم أجزاء من الجزء ده في لوقا 4:18-21، وفي إشعياء 61 برضو مقتطفات كده. يقول إيه؟ روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي لمنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. روح الرب علي لأنه مسحني، أدي المسيح جاي من هنا ممسوح للرسالة الخلاصية، ممسوح كملك، كرئيس كهنة وكفادي، كذبيحة. مسحني لأبشر المساكين اللي كانوا مستعبدين في الخطية، أرسلني لأشفي لمنكسر القلوب اللي قلوبهم مكسورة مش عارفين يتحرروا، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، جاي يخلق عينين جديدة بدل العينين اللي كلت من الخطية وما بقتش بتشوف ربنا، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. اللي كانوا مرمين في سوق العبيد دول أطلقهم، أرسلهم كده، يلا خرجوا بقى برا السجن ده. وده اللي عمله لما نزل إلى الجحيم بواسطة الصليب، لما مات على الصليب نزل الجحيم وأطلق المأسورين وحررهم من السجن، وحرر البشرية كلها من عبودية إبليس. وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. يعني دي بداية جديدة. إيه السنة دي؟ السنة دي العمر كله، السنة هي دي الحياة. بقى اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، كل وقت هو وقت خلاص، لأن ربنا فاتح حضنه على الصليب. مدام لسه فاتح حضنه على الصليب، يبقى ما زلنا في سنة الرب المقبولة، ما زلنا في يوم الرب المقبول اللي هو فاتح حضنه لنا كلنا، ونفسه كلنا نترمي في حضنه ونرجع بالتوبة ليه.
لأكرز بسنة الرب المقبولة. ده الجزء اللي هو أراه يعني في لوقا، محطوط في لوقا. لكن بقية الإصحاح في إشعياء لقط منه كم آية برضو جميلة جدا، يقول لأجعل لنائحي صهيون اللي من كتر المزلة بيعيطوا بينوحوا، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح البائسة. هي دي البشارة. البشارة مش مجرد حاجة بسيطة كده من بين الملاك والعذراء، ده موضوع يخصنا احنا، ده موضوع للبشرية كلها. لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح البائسة. الإنسان من فرحه يبقى التسبيح ده بالنسبة له زي رداء لابسه على طول، رداء تسبيح يعني حالة تسبيح مستمرة. فيدعون أشجار البر، كل واحد فينا يبقى كأنه شجرة بر، غرس الرب للتمجيد، نمجد ربنا. دول بقى غروس المسيح غرسها فيه وتنمو لما تتغذى من عمل روحه. بهجة أبدية تكون لهم، بهجة أبدية تكون لهم، أقطع لهم عهدا أبديا، كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. كل الناس تشوف كده أولاد ربنا مميزين جدا، نسل باركه الرب. كلام السيد المسيح بعد كل ده قال إيه؟ اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. نشكر ربنا على عنايته بينا، نشكر ربنا على حبه وعلى تنازله غير الموصوف، أنه ياخد طبيعتنا لكي يباركها، لكي يرفعنا، لكي يعطينا بهجة أبدية وعهدا، عهد حياة أبدي. وكل الناس تعرف اللي تشوفنا تعرف أننا نسل باركه الرب، له كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين. فضلنا نصلي. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي تنازلت من سماء مجدك إلى مذلتنا، وارتضيت أن تأخذ شكل العبد لكي تهبنا أن نكون أولاد الله. يا رب نشكرك لأنك اتحدت بينا وتعطينا كل يوم أن نثبت فيك بالتناول من جسدك ودمك. نشكرك يا رب لأن ليس لنا حياة بدونك، وأنت يا ربي بفيض تعطي روحك القدوس لكي يقود حياتنا ويأخذ مما لك ويعطينا ويشكل فينا صورتك المقدسة الجميلة. أعطينا يا ربي أن نسبحك ونمجدك ونزيدك علوا. أعطينا يا ربي أن نكون أمناء في الشهادة ليك، نكون مراكز استقبال زي ما الست العذراء كانت بكل اتضاع تستقبل كلامك وتقول ليكن ليك قولك. أعطينا نحن أيضا يا رب أن نكون طيعين لكلامك، ونكون يا ربي بنعرف نستقبل يتزرع كلامك فينا فيثمر وتشرق من خلالنا، من خلال أعمالنا، من خلال حياتنا للعالم. أنت يا ربي تستخدم الضعفاء والمتضعين لكي تشرق من خلالهم، تستخدم الآنية الخزفية لكي تضع فيها كنوزك وتشرق من خلالها. أنت قادر أن تستخدم كل واحد وواحدة فينا لكي نكون آنية للكرامة، تضع فينا أسرارك المقدسة، تضع فينا بذار الحياة لكي نأتي بثمر يمجد اسمك. بركة أمنا الست العذراء، بركة رئيس الملائكة جبرائيل وكافة مصاف الملائكة، بركة كل مصاف قديسيك. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ملك الملك. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.